السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحكي الآن عن الباركنسون ديزيز سريع طلابنا. باركنسون ديزيز شو الأشياء راح نحكي عنها؟ نحكي عن الديفينشن له وأهم الباثولوجي الموجودة فيه، ساين اند سيمبتوم، أعراضه وعلاماته، كيف بإمكانه شخصه، شو التريتمنت له. الباركنسون هو ديجنريتيف ديزيز، هذا يكاد يكون هو السبب المصاب ديجنريتيف ديزيز بعد الألزهايمر. هو بصير عندي الباثوجينيزس، لو سألني عن الباثوجينيزس هو عبارة عن ديث اوف ذا دومين جنريتنج سيل في سبستانشال نجرا ان ذا ميد برين، في تحديد منطقة البيزل جانجليا. كل هاي أسئلة بيجي عليها امتحان، بالامتحانات بيجي عليها الأسئلة كلها. دوبامين جنريتنج سيل ركزوا انه الدوبامين، لذلك في العلاج لازم احنا نزيد الدوبامين، نعطي أدوية بتزيد الدوبامين، راح نعطي الدوبامين أجونست ونعطي البريكيرسر تبع الدوبامين. الأمر الثاني سبستانشا نيجرا جابوها مرة في الامتحانات، سبستانشا جيلاتينوزا جابوها مرة في الامتحانات اللي هي سبستانشا ألبا، هي سبستانشا نيجرا جابوها ركزوا عليها إذا ميد برين، منطقة ميد برين بتحديد البيزل جانجليا. الساين اند سيمبتوم، طلع الساين اند سيمبتوم، الساين اند سيمبتوم للباركنسون في كلمة اللي هي طلعوا كلمة تراب، كلمة تراب تراب. شو التراب اللي هو في عبارة عن التريمر، هي الموست كومن، طبعا هي الموست كومن ايش سيمبتوم تريمر، هذا هو ريستنج تريمر ديسابير وذ سليب اند وذ موفمنت اللي هو بسموه ريستنج تريمر. الامر الثاني اللي هو التريمر بيكون غالبا بيكون اسيمتريكال، يعني منطقه اكثر منطقه، البوث ار بيكون فيهم تريمر ولكن منطقه تكون اكثر من منطقه. التراب الار عباره عن اللي هي ريجيديتي، بيكون عندهم ريجيديتي، هي راح نلاقيها نحكي عنها في ريجيديتي، بيكون عندهم ريجيديتي، هي ريجيديتي عند هايبرتونيا في اللمس في الأطراف، هاي بسموها ليد بايب، بسموها كوك ويل، أو بسموها كلاس نايف زي الموس الكلاس، كلاس نايف أو كوك ويل زي الكوك ويل، يعني زي لما نفتح لما تفتح يد المريض اللي عنده باركنسون أول شيء بيقاوم بعدين بيفتحها مرة واحدة، هاي بتشبه ليد بايب أو بتشبه الكوك ويل زي قضيب النحاس، لما تيجي أنت بدك تطعجه أول شيء تكون في مقاومة ثم بنطعج مرة واحدة، أو الكوك ويل زي الغطاء لأي علبة قزاز بتحاول تفتحها أول شيء بتقاوم بعدين تفتحها، هذا بسموه كوك ويل. على كل حال الـ RGDT الـ A عبارة عن A كينيزيا أو هايبوكينيزيا، اللي هو هيها هايبوكينيزيا أو براديكينيزيا، الـ A كينيزيا أو الهايبوكينيزيا أو براديكينيزيا، والـ B postural instability. postural instability هي late finding، هي late finding. كمل هنا ريستنج تريمر موست كومن سيمبتوم سموها بيلي رولينج تريمر، ارجوك ركزوا عليها، بيلي رولينج تريمر يعني زي التريمر اللي بيشبه البيلي رولينج اللي هي عد النقود او عد المصاري. هايبوكينيزيا اي براديكينيزيا هي فيري تيبيكال. شفلنج جيت هاي كمان من الاشياء اللي بتيجي مع الباركنسون، رابيد فورورد فليكست نو ارم سوينج، يعني ما بيحرك ايديه حوالين جسمه. شفلنج جيت فيري تيبيكال. ماسك لايك فيس اللي اكسبلستس فيس، بوستشرال انستابيليتي وهاي ليت فايندينج هي والديبريشن هسه رح نحكي عنهم. سمول هاند رايتنج هذا فيري تيبيكال لهم. ديمنشيا از اليت سيمبتوم، الديمنشيا والديبريشن والبوستشرال انستابيليتي هذول هم ليت فايندينج للايش؟ للباركنسون، لا اللي هو ليت فايندينج او ليت ساين. دياجنوستس كلينيكال دياجنوستس تشخيص سريري طبعا، التريتمنت ات از تريتابل بات اتس نوت كيورابل، ما له شفاء ولكن بنعالجه. شو بنعطي؟ بنزيد الدوبامين. كيف نزيد الدوبامين؟ يا بنعطي ليفادوبا، هذا ليفادوبا هو الفيرست لاين دراج، هو الفيرست لاين دراج لعلاج الباركنسون. ليفادوبا برفع الدوبامين لانه بتحول لدوبامين. في عندنا برومكربتين او بيرجولايد، هذا عباره عن ادويه كمان ترفع الدوبامين. في عندنا المونو امينوكسيداز انهبيتر زي السيليجيلين او زي الريزا جيلين، هذول هم كلهم ادويه ممكن نستخدمهم لعلاج الباركنسون. هذا هو اختصار موضوع الباركنسون، اتمنى تكونوا استفدتوا، يعطيكم العافيه.